عايز اقول لكم البرنامج مستمر يا جماعة في جميع الخدمات اللي بيقدمها. احنا بنقدم زي ما قلت 6 شقق، وبنقدم 12 رحلة عمرة و1300 وظيفة بخلاف، بندي منح تعليمية، بنمول مشروعات صغيرة بالاشتراك مع جمعية صناع الحياة، وبدأنا فعلا مشروعات جميلة جدا في هذا الإطار. بنطلع السجينات الغارمات من السجن، بنجهز اليتيمات. أرقام التليفونات هتكون دلوقتي موجودة قدام حضراتكم. إن شاء الله خلال هذا الشهر هنوزع بإذن الله أول شقتين لمستحقين بعتونا وكلمونا على تليفون البرنامج عشان عايزين شقق لأن هم محتاجين. وأيضا هنعلن عن أسماء الفائزين بالعمرتين للشهرين اللي فاتوا، شهر فبراير وشهر مارس، إن شاء الله خلال هذا الشهر بإذن الله. إحنا مستمرين في مشروع إنسان، هذا المشروع الجميل اللي أنا بشكر فيه جمعية صناع الحياة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمد يحيى، إن إحنا بنمول مشروعات صغيرة. والحقيقة صناع الحياة فعلا من الجمعيات المخلصة في أداء عملها، واللي بتعمل في صمت ولا بتصرف ملايين الجنيهات على الدعاية ولا حاجة، شغالين اللي عندهم بيحطوه في مشروعات خيرية. عشان كده لازم الجميع ندعمهم ونقف جنبهم. الحالة النهاردة اللي عاملينها احنا وصناع الحياة، حالة محمد عنده 35 سنة، كان شغال في شركة، والشركة دي صفت الناس اللي فيها، والناس مشوا من غير ما ياخدوا مستحقاتهم. محمد دور على شغل ملاش، ولانه فاتح بيته متجوز وعنده ولد وبنت في مراحل التعليم، احمد في ابتدائي، 5 ابتدائي، ونورة اظن في حضانة، محمد فكر يفتح ورشة نجارة عشان يقدر يعيش ويفتح بيته ويربي ويعلم ولاده. الحمد لله برنامج واحد من الناس بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ومشروع انسان قدرنا نفتح له ورشة نجارة. تعالوا نشوف محمد اخباره ايه بعد ما عملنا له مشروع ورشة النجارة. اتصلت في واحد من الناس وحولوني البرنامج صناع الحياة. ظروفي أنا أصلا ظروفي يعني شغال يعني 3-4 أيام في الشهر، معايا أحمد ونورة، نورة في الحضانة وأحمد في المدرسة. ظروفي يعني على قدي وتعبان يعني ماشي يا دوب بالعافية. شغال نجار، شغال في السفن، وطبعا السفن دلوقتي كل حاجة وقفت، ومش دوبك شغال 4 أيام في الشهر بره تبع الشغل بره السوبر. شغال في شركة التفريط المصرية في الأول خالص، وقفت 2010 وطلعوني منها، وكانت في مكافأة طالعة لجميع العاملين، وجم كلهم خدوا قالوا هتاخد فلوسك، بس بعد الناس الكبيرة بتاخد فلوسها، وجم بعد الناس الكبيرة ما طلعت تاخد فلوسها ما رضوش يديني فلوس، قالوا اقفل تأمينك الأول واحنا هنديلك الفلوس بتاعتك. كان نفسي أعمل مشروع النجارة وأشتغل وأفتح ورشة، بس الظروف مش مقدرة يعني مفيش يعني رأس مال عشان أقدر أعمل مشروع. يعني ربنا كرمني الحمد لله، ولما اتصلت وحولوني لصناع الحياة قدموني، عملت بحث وقدموا له وقبلت الطلبات والحاجات اللي أنا قلت عليها. الحمد لله جابوا لي الخشب والعزة الكهرباء بتاعت النجارة كلها، الديسك والصينية والفارة والشانيو والأركيت والبلط بتاعت الروتر، الحاجات دي اللي هي كده. الحمد لله فرحان ومبسوط، وكل مبسوطين يعني الحاجه قدرت، وكلهم يعني فرحوني ان الحاجه دي يعني ناس تفرح حلو اللي انا فتحت الورشه وشغال واللي عاملها مش انا عالم ولادي عشان أقدر أساعد في التعليم وأجيب اللي هو عايز التعليم يقدر يعني مثلا الكتب ما بقدرش أدفعها، كتب مثلا 60 جنيه ما فيش مقدار إن أنا أدفع 60 جنيه عشان أدفع الكتب. فطبعا دي إن شاء الله بإذن الله يغير أحسن وأعلم ولادي أحسن. أيوة كل ولادي بيبقوا محتاجين وأنا مش قادر أعمل لهم حاجة، ومراتي مش في يعني حتى الدخل عشان أجيب أي حاجة ما فيش دخل. كلهم بقى يعني على طول زعلانين كلهم بسبب يعني مفيش تاخد في اي حاجه. بشكرهم جدا على اللي هم وقفوا معايا فيه وساعدوني وما سابونيش لوحدي. زي ما قلت لهم بالظبط هم جابوا لي الحاجات اللي انا كنت عايزها اللي انا محتاجها كلها.
اعمل مطابخ ومكاتب ترابيزات، الحاجات اللي هي مطلوبه في السوق اللي هي ماشيه على طول. يعني مش مثلا حاجه وركنه، لا بعمل حاجه اللي هي مطلوبه في السوق. عارف مثلا اللي هي مثلا المكاتب والمطابخ مطلوبه للعرسان، فبشتغل فيها، بعمل حاجه اللي هي ماشيه في السوق اللي هي مطلوبه، عشان هي حال يمشي، عشان مثلا ابيع دوت وارجع اجيب مثلا خامات تاني واشتغل واخد المكسب ليا واهل البيت. مثلا الخامات بتاع الخشب بجيب غيره، مثلا جت مثلا في المصنعيه بتاعت مثلا كذا، باخد نسبه منها وبقيت النسبه بخليها على الخشب، عشان ايه؟ بجيب خشب زياده عشان اطور المشروع زياده. في مثلا اجيب بس خامات زياده واعمل حاجات احسن وزياده بزود الخامات. بشكر واحد من الناس من مشروع صناع الحياه، واحد من الناس اللي هم قدروا يساعدوني ويعملوا لي المشروع اللي هو دوت. انا ما كنتش متوقع ان هم يعملوا لي المشروع دوت، ان ده مشروع النجاره، ويساعدوني فيه واشكرهم كده ان هم وقفوا معايا وساعدوني على المشروع. برعايه